السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي. اليوم جيتكم فيديو جديد، انبوكسينغ جديدة. بون السلعة كما نقولوا منتجات جاتني اليوم، حاب نشارككم فيها المنتجات راح نستعملوها في البي سي تاعنا ان شاء الله. بون، اول منتج راح نبداو به هو نزلير انتيرا معروف ماركة توشيبا، شوف قدامكم انبوكسينغ سريع. هذا هو التسجيل. بون، التسجيل انتيري لا مارك توشيبا اي 30. انا نعرف شحال لا فيتيس تاعو كوباينة. ايوا ميد ان شاينا كالعادة، هذه هي المنتجات تاع الجزائر ديما يجينا من ميد ان شاينا. بون، لا فيتيس 720 روتيشن بار مينيت، 64 ميجا بايت بيرث، درايفر اتش دي ويست ديجيتال كيما نقولو دبليو في دي 110. هذا هو التسجيل الاخر. ندخلو على جنب. بون، المنتج الثاني اللي هو ماوس باد من سبريت اوف جيمر، مارك معروف هذه تاع الجيمين. بون، الله اعلم المنتج هذا كاين غير في الجزائر، باسكو هي شركة فرنسية هذي سبريت اوف جيمر، تعطى اللغات كل. ماوس باد ريد فيكتوري، سيوها نفتحو أول مرة نفتح معاكم. هذه نشوفها. أيوا بسم الله، هذا هو الماوس باد ليها، معاها ستيكرات كيما نقولو، تحب ديرهم في البي سي تاعك ستيكرات كيما نقولو. هذه ستيكر سبريتو جريمر، نعطيك معاها الماوس باد. هاهي لونها أحمر، هاهي تاعها لمبر شوية كيما المنتج الثالث اللي هو ماوس جيمنج. ماوس نقولو ماوس جيمنج، ماوس جيمنج هذه بقى الماكس 3500 دروب ماكسيموم، يعني 3500 ضغطة ماكسيموم تاعها في الثانية. هذا هو المنتج، عندنا فيه اوبتيكال سيت بوطون في سبع اخر اي اس بي انترفيس ويندوز 10. هذا هو المنتوج، الباك تاعو هي زرقاء، حلوها معاها شوفوها ما هي كا كيما راكم تشوفو الشكل تاعها. فيها عدة مزايا، يعني نعرفو كيما نقولو كيما نعرفو منتجات تاع سبريت اوف جيمنج بخاصة بالجيمنج منتجات بزاف. هنا نحطو هنا نشوفو، مازال عندنا هاد السكوتش هنا وحاجة تخلي الكرتونة تاعها سليمة، يعني الكرتونة تاعها الله يبارك كيما نقولو. هاذي واشنو هذا كابل مانجمنت فيها، وكاين الستيكر معروف ان شاء الله الستيكرات، شوف زروقة الستيكر زروقة فهمني. وكاين هنايا كتيب التعليمات، هاهو واش فيها واش مفيهاش، هذا هو كتيب التعليمات هنا اي اس بي ديريكت تقراه مثل سي دي درايفر، لم يحزنون معلومات عادية جدا مثل ما نشوفولها. ونجدو هذا على جنب، ستيكرات عادية كما تحب دير هكا في البي سي تاعك، يعني منظر الله يبارك روعة فعلا. هاك مجموعة كبيرة من ستيكر، نحطوهم جهة. نشوفو الماوس تاعنا، خيط طويل الله يبارك، النوعية تاعو كاليتي تاع الخيط و من قماش، يعني اللي ما تخافش عليه قماش ياك شوية. ثاني حاجة نزيد نحلو هاذي ونشوفو الماوس ضخم ضخم بمعنى كلمة ضخم، كبير بزاف، قطعت يساعد
داخل وهنا هنا هنا يا يعني حط ايدك وما تخافش ولعب كيما تحتاج. هذا هو الفيديو تاعنا. بون حبيت نشارككم في انبوكسينغ تاعي. هذا مكان ماشي اشهار للشركه ولا حاجه، هذه هي انا شريت المنتجات هذو حبيت نشارككم فيها. هذا مكان بون، لا تبخلوا علينا باللايك و اشتراك في القناة إذا عجبك الفيديو، اشترك في قناتنا وفعل الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.